سؤال رقم 26، إذا كانت قراءة الفولتميتر، الفولتميتر محوط على مقاومة 20، والمقاومة 20 مقاومة في فرع جنبها مقاومة كمان، طب وش التيار المار في المقاومة 6؟ بيقول لي 3 أمبير. التيار اللي بيمر في المقاومة 6 3 أمبير. اختر أحد صفوف الجدول التي تعبر عن كل من قراءة الأميتر، عايز التيار الكلي، عايز آر واحد، عايز آر اتنين. فيها مجاهيل كتير المسألة دي. طيب احنا دلوقتي عايزين نعتمد على ان 18 والستة والفرع ده متوصلين مع بعض على التوازي، في هنا منطقة توازي، هتلاقي التلات مقاومات بدايتهم واحدة ونهايتهم واحدة، كلهم نهايتهم واحدة، تمام. ففرق الجهد بيبقى متساوي، فانا هبدأ من الفرع المعلوم، معلوم مقاومته، معلوم تياره، فالمفروض ان الاي في الار هنا بتساوي الاي في الار هنا بتساوي الاي في الار هنا. فانا لو جيت هنا قلت ايه، اي في ار يعني 6 في 3 هتساوي الاي اللي هنا، الاي اللي هنا مجهوله، في الار اللي هي 18، هتبقى الاي بتساوي 3 في 6 ب 18 على 18 ب 1 امبير. يبقى انا عرفت التيار هنا 1 امبير، يبقى من خلال منطقه التوازي وفرق الجهد متساوي هبدا اجمع بيانات، اديني عرفت هنا التيار. طيب تعالى نستفاد من موضوع الفولتميتر، انا اقدر اجيب التيار اللي هنا لان انا مش هقدر اقول اي في ار بقى لان الار واحد دي مجهوله، بس ممكن استفاد من معلوميه قراءه الفولتميتر. الفولتميتر محوط على المقاومه 20، فالفولتميتر ده بيقرا التيار اللي ماشي في المقاومه 20 يعني في الفرع، والمقاومه 20 نفسها يبقى اي في ار. الفولتميتر ده اري 10 واي في 20، اقدر اقول ان الاي بيساوي البعيد عن القريب، يعني 10 على ال 20 بنص، يبقى هنا التيار اللي ماشي في الفرع ده بنص امبير. طيب ما انا ممكن برضه اقول الاي ار هنا بيساوي الاي ار هنا، ازاي بقى؟ هقول 3 في 6 بتساوي التيار اللي هو نص، وهعتبر كل مقاومات الفرع مجهوله، يبقى الار بيساوي 3 في 6 ب 18 على نص هيبقى 36، يبقى الفرع ده كله ب 36. طيب عندك ده ب 20، يبقى المقاومه بكام؟ المقاومه ب 16. طب لو جيت جمعت المقاومتين ويا بعض هيدوك ال 36 اللي احنا حسبناها، يبقى هنا المقاومه ار واحد، يبقى ار واحد طلعت بكام؟ ب 16 او، تمام ادي ار واحد. طيب التيار الكلي، ما احنا نجمع التيارات دي بقى، نجمع ده وده وده لان دول هيتجمعوا هنا ويروحوا على السالب، فدول التيار الكلي. هنقول الاي توتال هتساوي الثلاثه اللي هنا والواحد اللي في الفرع ده والنص، هيطلع معاك كام؟ 4 4 هيطلع 4 ونص امبير، تمام. هاجي هنا اقول الاي توتال عباره عن 4 ونص امبير. طيب فاضل لي اعرف قيمه المقاومه ار 2. طيب المقاومه دي مش ضمن مجموعه التوازي، دي كده ماشي فيها التيار الكلي يعني توالي اجباري. طب ما تيجي نستخدم قانون ام للدوائر المغلقه، هقول دي اعتبرها مقاومه داخليه يعني. ماشي، هنقول الاي توتال بتساوي الفي باتري على الارات الخارجيه زائد الار الداخليه. تعالوا نتعامل على ان كل الارات اللي في الخارج مجهوله. الاي توتال احنا عرفنا انها ب 4 ونص، والفي باتري عباره عن 45، والار الخارجيه قلنا مجهوله، والار الداخليه ب 1 ونص، هو كاتب لي على دي انها ار داخليه. تمام، على 4 ونص على 4 ونص في الواحد، 45 على 4 ونص في العشر، هنضرب طرفين فاصلتين، 10 في 1 ب 10، واحد في المقدار ده هو المقدار ده، ار داش زائد 1 ونص، يبقى الار داش هتساوي ودي الواحد ونص الناحيه دي هيبقى الناتج 8 ونص. طيب شيل منهم، شيل من 8 ونص مقاومات التوازي. طيب ما احنا لسه مش حسبنا مقاومات التوازي، تعالى نحسب الار توازي. واحد على ار داش هتساوي واحد على 18 زائد واحد على 6 زائد واحد على 36، مش الطرف ده 18 مقاومته وده 6 وده 36، هتطلع الواحد على الار داش بتساوي ربع، وده معناه ان الار على التوازي واحد على ار توازي بربع، يبقى الار توازي باربعة. هحجب من التمانية ونص مقاومة التوازي اللي هي اربعة، هيتبقى لك اربعة ونص اللي هي الار اتنين. يبقى انا عندي الاجابة الصحيحة ان الاي اربعة ونص، ار واحد بستاشر، وار اتنين باربعة ونص، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ا.